السلام عليكم. متابعي قناة شوف تيفي، معكم اليوم فهد المباشر من زايده. وهذه النساء في هذه المظاهره هذه اتجاه يعني انهم تيقولوا عندهم مشكل ديال واحد المدرسه مغلوقه شحال هذه. حنا غادي نحاولوا دابا نوصلوا لكم الصوره ديالهم. السلام عليكم. شنو المشكل اللي عندكم؟ بداو المدرسه وشدوها علينا وكيكذبوا علينا، كيقول لنا دابا تحل دابا تحل. حنا بغيناها فاس تحل لنا المدرسه وشدوها علينا، قال لنا ما كاينش الضو. الضو مني تخدمات المدرسة جات بالقانون ديالها، بالضو ديالها وبالماء ديالها، وكيكذبوا علينا. الدوار كاع اصلا ما فيهش، علاه فيه الضو؟ اصلا ما فيهش الضو، حتى حنا براسنا خاصنا الضو. ولادنا ما كيحفظوش في الليل حيت الضو ما كاينش، غير الشبع باش كيضويو. وفين ما جينا عندهم كيقولوا الكرا والمدرسة اللي تبناو مع هاد المدرسة هادي كل شهور تحلو. تحلات ديال تونفيت، تحلات ديال بومية وديال زايدة ما تحلاتش. وحنا ولادنا بعادين، حنا ساكنين في واحد الدوار بعيد وولادنا كيبردوا. وفين ما كنعشوا لا خبز لا والو، انا ولادنا تكرفصوا بالبرد. شحال هادي دابا نتوما كتعانيو من هذا المشكل هذا؟ كنعانيو سبع سنين هادي ولات من سنين. سبع سنين وثمان سنين وحنا كنعانيو هذا الشيء. عباد الله كيعانيو بالضو، شي وحدين ما عندهم ما وصلهمش الركايز، وكيكذبوا علينا. كيقول لنا دابا يجيو الركايز، دابا تسيع الشبكه تجي، كيكذبوا علينا. انا دوار نتوما بالضبط. الا بلا شي واحد كيجيو يركبوه. واخا خليوها تهضر. الا بنا شي واحد كيجيو يركبوه، كيقول لها ديروا القانون ديروا القانون، حتى حنا يخرجوا القانون ونديروه. الا خرجوا القانون، حتى حنا بغينا واد الحرب، بغينا طريق الدوز. واش حنا كرهنا القانون يديروه؟ يديروا القانون ونديروا القانون حنا. القانون عيش الملك، الراو القانونينيه ورفيق داو القانون. مرحبا خدمات القانون، مرحبا عيش الملك، عيش سيدنا الملك. دانت تجي الملك نغرز من المدرسه يورونا غادي نتقهر وما تطول غوصك نحل. يكون علاه ما يكون؟ يكون سبع سنين تخدم تطبوا وما كاينش غير الشبع. والله العظيم الا فاتتك كنشدوا الخيوط. والله العظيم الا خلينا المكانات ديال الماء مطردقين، والله ما عندنا الماء. الا 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 شي كيعطي الماء لشي، الا خلينا المكانات دابا كتشرشروا من البارح. وما جينا عندهم قلنا لهم راه ما عندناش الماء، راه الماكرات مطردقين وما كيجيوش عندنا كاع. هو براسه ما كيقدش يطلع لذاك الدوار، العايد براسه ما كيبغيش يجي، حيت عنده الطرق مسدوده بالثلج وبالبرد. وحنا كيخلينا ولادنا كيتكرفصوا تما، وفين ما جينا عنده كيجري علينا، كيقول لنا سيروا حتى ندير القانون. هو يديرنا ذاك القانون، درنا القانون. راه حنا هو انا عايشه في الكرا وما خلاناش نبنيو. كيقول لك ديروا الرخصه، راه ما كاينش الرخصه. جبنا الرخصه والبلان نديروه، خرجوا لنا نديروه. كنمشيو للجامعه ديروا لنا، ما كاينش القانون. القانون خصو يكون في الجامعه، يديروا البلان ونديروه حتى حنا. واش كرهنا حنا القانون نديروه؟ حتى حنا ما كرهناش نبنيو ويديروا القانون نديروه. ملي يديروا القانون ديالهم حنا واش كرهنا؟ واد الحار ما كرهناش، ما كرهناش القدر ندوز في الزناقي، ما كرهناش. ايه قلنا لهم ديروا لنا النعل، ديروا النعل. ولا المدرسه ما كايناش، ديروا لنا النعل. وما بغاوش. دابا شحال دابا ولادكم دابا شحال باش شحال كيلومتر كيضربوا باش يمشيو للمدرسه الاخرى؟ واش نقول لك؟ كيضربوا بعيده، والله ما قلتش ما عرياش. وكيمشيو في الثلج مساكن. والله الا كيمشيو، والله الا هذا، والله الا الناس اللي كنديروها، والله الا الناس اللي كنديروها للثلج. الا عندي الولد الصغير ها، الا البارح طحت به، الا كان كطيح فيه بالثلج باش يجيب بنتي تعرى. والبارح والله الا قالت لي امي ما نمشيوش نعرى، راه ضرني البرد. ما بغاوش يمشيو ولا يقرا، ما بغاوش يمشيو. كنقولوا مشيو هاد الغادي تقراو لينا شي بعد الطريقه، ما نمشيناش اليوم. كاع راك شفتها تما، الله يضر على البرد اليوم. ما عرفتش حتى واحد الدوار دابا، راه هاد السيد كنت تريد خرب دابا المسؤول اللي كنا داخل من هاد الشيء. حلوا المدرسه يشعلوا الشمع، الا ما كانش الضو ديال الشمع. واش ديروا الشمع؟ واش ولاد ديروا الشمع؟ واش ديروا الشمع؟ واش ولاد ديروا الشمع هذا؟ ماشي ولاد الضو، راهو الشمع هي. يديروا ليهم لا
لا عافيه لا والو غير يقراو غير هكا. اصلا قراني واش ولا كنبغي المسؤولين يحلوا المدرسه. غير يحلوها يحلوا المدرسه يحلوا الدراري عرفتي هاد الدراري هادو. ما غرقتش بلادك ناقص. واش كنعرفو في الليل ولا كيعرفو في النهار؟ راه النهار كان الضو ديال الله. يعرفوهم في الضو وفي العشيه يصفطوهم بحالهم. حنا بغيناهم يعرفوهم في النهار ماشي قلنا لهم عرفوهم في الليل. ما عندناش حنا الغرض في هذاك الضو. حنا عرفوهم في النهار وشعلوا لهم الفرن على البرد بركه علينا. غير جو ولادنا حنا داخلين ما كاين لا برد لا والو. ولكن لا والو المدرسه اللي تبنات في تونفيت راه تحلات. تبنات مع هذه النيت. راه في الريش تونفيت بوميه وحلوهم وديالتنا ما محلولاش. جا 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 علاش ما تحلاش؟ وجينا عنده دابا جينا عنده دابا قلنا له كنطلبوك دير لنا تحل لنا هاد المدرسه هادي راه ولادنا جبدنا بالبرد وقال لك الا بغيتو تطلعوا الميدل تسيروا طلعوا الا بغيتو تمشيو لاي بلاصه سيروا عندها انا المدرسه ما كايناش. واش هادي هي الهضره باش غادي يشوف مصلحتنا؟ خليو العيالات يضربوا الطريق. احنا العيالات على ولادنا نضربوا الطريق على ولادنا. غادي نموتوا على ولادنا. غادي نموتوا على ولادنا. يعني كما شفتوا معنا اخواني في هذا المباشر هذا ان هاد الناس هادو كيقولوا بان عندهم واحد المدرسه قريبه لهم ولكن ما تفتحاتش وكيضطروا انهم يمشيو كيلومترات اخرى لمدرسه اخرى ولدرجه ان ولادهم ساكن كلهم دابا تيقولوا مكرفسين بالثلج وراكم عارفين المنطقه انتم كتشوفوا معنا مازال تساقط يعني الاثر ديالها راه مازال باين والله يحسن العون كيكون عندهم دراري صغار ماتوا بالبرد يعني كنتمنوا ان شاء الله ان الرساله ديالهم توصل و يعني الميساج ديالهم وهذيك المدرسه تفتح وترجع الامور المجريه ان شاء الله باذن الله. Thank you.